السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء ومتابعي قناة أرباح الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة، بالرجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح إيردروب خاص بعملة INS. الإيردروب بيدينا 700 من العملة. الإيردروب ليه عقد ذكي موجود هنا أهو. طريقة التسجيل سهلة جدا. أول ما بتفتح معاك الإيردروب بيقولك اختار اللغة، تختار مثلا اللغة الإنجليزية. بعد كده بيديك مسألة زي الكابرشة، مسألة حسابية مثلا 8 ده 8 كام 16، اكتب له الرقم. بعد كده هنا بيدينا 6 جروبات، تمام. كل جروب فيهم بيجيبهولك واحد ورا التاني. اول ما بتسجل في جروب، تسجل في جروب التليجرام، يقول لك دان، تقول له دان، هكذا كل جروب تخلصه هيجيب لك ايه العملات اللي هو اديها لك ايه بونص عليها. بعد ما بتخلص بيجيب لك، بيديك رابط الاحاله بتاعك زي ما هو ظاهر هنا كده. تاخد رابط الاحاله وتروج له عشان تحاول تزود الاحالات، عشان حد الادنى للسحب 3000 من العمله. الايردروب بيدينا 700. انت هتزود عن طريق الاحالات، هتاخد الرابط بتاعك وتحطه مثلا في جروبات الفيسبوك وتويتر وهكذا. حاول تزود على قد ما تقدر. العمله نزلت للبيع والسعر الحالي بتاعها زي ما ظهر قصادنا كده 0.03 سنت، يعني العملة الواحدة بتساوي 3 سنت. لو قلنا جبنا 3000 يبقى كل 1000 عليهم 30 دولار. أتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك دوس لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.